10 و40 دقيقه مصباح متواصله معكم مع الموسيقى مع الاجواء اللي تعودتوا بها والفقرات اللي تعودتوا بها زيدا. وتوا صحتك علينا، صحتك علينا، صحتك علينا. الفقرة الطبية اللي تعودتوا بها واستحسنتوها وبعثتوا لي حتى اقتراحات، ومن الاقتراحات اللي وصلتني بموضوع معنيها شائع عن نهارين أو شو نعرفوا التفاصيل توا عن التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال مع الدكتور عبد الرؤوف شبشوب أخصائي أمراض أطفال. صباح النور دكتور. مع خير مدام عفيفة. يعيشك دكتورنا، بارك الله فيك. احنا ديما ناخذوا تقريبا معناها ديما لي سوجي نتاعنا ناخذوهم لاكتواليتي دكتور. يا ندرا ساعه اول سؤال باش نسالوا لسيادتك وحسب العياده نجموا نفهموا، فما توا حاله عدوى منتشره بالنسبه لالتهاب المعده والامعاء ولا لا؟ ولا هل تكون في حاله معناها تكون دي ايامات هكا عدوى كبيره ولا لا؟ وخلينا نعرفوا زاده شنو هو التهاب المعده ولا مع عند الصغار واعراضه. هي الامراض هذه المعده الامعاء تكثر في فصل الصيف وقت تسخن الدنيا وثم تكاثر الفيروسات وثم تكاثر كذلك الجراثيم والبكتيريا، وهي تو قاعدين نشهد في موجه كبيره من الامراض يعني عند الاطفال المعده والامعاء. والاعراض نتاعها هي الاكثر رقي يعني ردان وكذلك اسهال بشعات وحراره مرتفعه، وهي تصيب خاصه الرضيع معناها قبل العامين، لما تنجم تصيب حتى الاطفال وحتى الكهول. هل هي معديه دكتور؟ بالطبيعه هي من الامراض المعديه اللي عن طريق الفم، يعني في نسميوها ترانسميتور اوروفيكال معناها عن طريق الفم. فما سيكل يعني يتعدى الانسان عن طريق اليدين ولا الاطعمه الملوثه ولا الاطعمه خاصه في السخانه، يعني نجم يكون حليب يعني فاسد، نجم يكون ماكله ياكل منها صغير. معناها وقت تسبب في البكتيريا، وهي انواع تسمى الفيروسات. اهم الفيروسات هو روتا فيروس معروف يعني في الاوساط الطبيه، وثم فيروسات اخرين ولا تنجم تكون بكتيريا هي المتسببه في هذا كما السلمونيل اللي الناس كنت تعرفها، وثم جراثيم اخرى شيجيل، وثم برشا جراثيم. يعني هذا التشخيص يكون عن طريق التحاليل دكتور نتاع الامراض وتحليل نتاع الدم باش نعرفوا نميزوا بين انواع الاسباب الفيروسيه والاسباب الجرثوميه. واضح دكتور. من نعم احنا على ابواب سيف. نعم تفضل دكتور. الحاجه اللي نركزوا عليها بالنسبه للالتهاب المعده الامعاء هي الريسك يعني الخطر نتاع الجفاف عند الطفل، اهم حاجه لازم ننتبهوا لها. كيفاش نتعاملوا جوستومون مع الصغير اذا كان لقينا عنده الاعراض هذه الكل؟ فما سيل، فما تقيؤ، وخاصه الحراره تبدا موجوده، دونك هذه التهاب واضح. بالضبط نتعامل مع اولا نكثروا من شرب الماء، نفقدوا الماء خاطر القيء والاسهال يسبب في جفاف، مع الحراره كيف دونك لازمنا ديما نفقدوا الماء. واحسن من طريقه الماء هي المحلول اللي هو الاملاح المعدنيه اللي تباع في الصيدليات اللي هما يعوضوا الصغير قاعد يخسر فيه خاطر الصغير وقت يرد ما يردش كان الماء، يرد الماء والاملاح المعدنيه كيف البراز فيه زاد املاح معدنيه. فبدينا نعطيه الاملاح هذه، اهم علاج هو هذه نتاع تسمى لاريزفاتاسيون اورال. لازمنا نفطنوا الاعراض نتاع الجفاف خاطر اذا كان ثم بعض اعراض لازم نسرع بها للطبيب. من اعراض الجفاف صغير يلي عينيه محوقه، اذا كان صغير ياسر تلقى الملغيغه نتاعو يعني ديبريمي هابطه، الملغيغه هي البارتي اللي هي طريه في الراس نتاع الرضيع قبل العامين. نشوفوا زاد كذلك كميه البول تلقاها ما عادش الكشت ولا شايحه، كميه البول تقل. ثم كذلك نلقاو عنده سكرتين بليكليتانيه معناها كي نقرصوا له الجلده نتاعو ما ترجعش بمرونه يعني كافيه.
الاعراض هذه نجم يتفصلوا يفصلوا حتى الاولياء وخليه يجي وقتها بصفه استعجاليه يستشير الطبيب. واضح، دونك يجب استشارة الطبيب المباشر فورا. دكتور حبيت نسألك في كلمة في ساعة في ساعة، توا نحن على أبواب الصيف والبحر والبيسين، يعني ندرا هي سبب من أسباب العدوى بالنسبة لالتهاب المعدة والأمعاء ولا لا؟ خاطر نقول لك فما في البحر ساعات تسمعها الكلمة هذه برشا. بون البيسين اذا كان يسمى بيسين يعني فريكونتي بصفه كبيره يعني بالعباد تنجم تكون فيها تلوث البيسين، ولو انه اكثريه البيسين يعني تلقاها فيه ماك الماده نتاع الجفاف وكل شيء، تنجم تكون البيسين لان فيكتور نتاع الفيروسات. واضح. البحر اذا كان بحر ملوث نورمال هذاك علاش توا البلديات والمصالح المختصه تمنع العمان في البحورات الملوثه. مالوريزمون نعرفوا اللي في بعض القرات معناها مالوريزمون الملاهي المستعمله يقع صبها في بعض البحورات معناها الناس مالوريزمون اللي ديبوردي والملاهي الملوثه طبعا المياه المنزليه المستعمله مش تحب الجراثيم معناها ما لازمناش نعوموا في المناطق الممنوعه. واضح دكتور. نشكرك برشا دكتور عبد الرؤوف شبشوب. ما زلت انا راني نحب نستغل فرصه وجودك معنا ونعرف وقتك ثمين برشا، يعطيك الصحه، في انتظار تكون بحذينا ان شاء الله. سؤال نعرفه ماهوش بسيط اما كمان خلينا ناخذ نصايح سيادتك عن المضادات الحيويه يا دكتور. كح شويه نعرفه زيده فما حاجه هالايامات اللي هي برشا التهاب، تو نمشيو من التهاب المعده والامعاء الى الالتهاب او التهاب الحنجره والانف، وذوك توا ياسر موجوده زاده عند صغيراتنا. باش تنصحنا دكتور خاصه انه عندنا فما نعرفوها الحكايه، خذ المضاد الحيوي كذا توا يرتاح الصغير، وتوي في ساعة يبرى ولدي هكيكة ولا ولد خويا ولا ولد أختي ولا ولد جارتها. دونك أخذ المضادات الحيوية خاصة بالنسبة لالتهاب باسم التهاب الصدر معني عند الصغار. بالضبط، لازم الناس تعرف اللي أكثر الأمراض نتاع الحنجرة ونتاع الجهاز التنفسي راهي أمراض فيروسية، أكثر من 90% راهي فيروسات. فيروسات معناها ممكن ستاتيستيكمون نستحقوا في المضادات الحيويه في 10% من الحالات فقط. وتوا ثم بريز دو كونسيونس يعني مونديال، يعني ثم عوده وعي عالمي لخطوره المضادات الحيويه على صحه الانسان. شنو هي الخطوره؟ الخطوره كون المضادات الحيويه تقضي على الجراثيم النافعه اللي هي تعيش معنا تتعايش معنا واللي هي عندها فائده كبيره وهي لازم الحياة نتاعنا. واضح. الفلورا انتستينال ولا الميكروبيوت. هذه الميكروبيوت يساهم في صنع في المناعة نتاع الإنسان، الجهاز الهضمي، وصنع بعض الفيتامينات، وعنده دور فعال وبريمورديال، معناها ما نجموش نعيشوا بلاش الميكروبيوت هذا. إذا كان احنا في كل مرة ناخذوا أنتيبيوتيك مش تقع يعني فرعيس نتاع الميكروبيوت، فما برشا جراثيم نافعة مش تموت. وتخلي بغرفتها الجراثيم ضاره. ولهذا احنا كي مش في محله ربما نتعرض لجراثيم اخطر من الجراثيم اللي هي المعتاده. الجراثيم هذاك علاش توا لا توندونس توا نعملوا فريناج لاستعمال المضادات الحيويه. توا ثم في برشا بلدان يعني المصالح مختصه معناها الهدف نتاعها هي مقاومه الاستعمال المفرط للمضادات الحيويه. بالضبط دكتور. دونك ردوا بالنا معناها من التشريعات موجوده اما احنا ثم لوتوميديكاسيون التطبيب الذاتي. بالضبط، الاستعمال الذاتي للادويه المفرط اللي يلزم الناس تتفطن وتعرف اللي هو مش مصلحته صغيره، بالعكس هو في ينجم يسبب مضار كبيره. واضح دكتور، يعطيك الف صحه، نشكرك برشا. دونك باش نكملوا ونختموا مع سيادتك بالنصائح كان نلخصوها، الحذر في الطقس هذا من العومين في الشطوط الممنوعه، ممنوع منها السباحه هكا ولا ايه دكتور؟ ممنوع من السباحه ما لناش والماكله؟
والماكله الماكله نحطاتو مش معناها ماكله تحطها في الفريجدير تتهنى، لا حتى في الفريجدير تنجم تفسد خاصه في الطقس هذاك. الماكله ماذا بينا ديما طريق ديما معناها فرشكه ونحفظوها، اذا كان مش نحفظوها لمده ساعات نحفظوها في مكان بارد. معناها رد بالنا من الماكله وخاصه من الجاتوات اللي انا ومن الحليب الحليب جوستومون سورتو للصغيرات اللي مازال تاخذ في بيبرون مازال تحفظ الصحه نتاع غسيل اليدين ورد الرد هنا معناها من تلوث اليدين وتلوث المحيط. يعطيك الصحة دكتورنا، نشكرك برشا. كان معنا الدكتور عبد الرؤوف شبشوب اخصائي امراض الاطفال. الاطفال طبعا حكينا على التهاب المعدة والامعاء وحكينا حتى على التطبب الذاتي، وساعات هكا نستخفوا بالدواء نمشيو ناخذوا مضاد حيوي، لكن كيما سمعت مع الدكتور عبد الرؤوف شبشوب يكون ظاهر اكثر منه نافع، معناها يعني ما فماش نمشيو ناخذوا انتيبيوتيك ينجم يضرنا. وسمعنا التفاصيل مع الدكتور، اللي يحب يعاود يشوف الفيديو نجموا تشوفوه تلقوه طبعا على صفحتنا على صفحة الفيسبوك متاعنا راديو ميد تونيزي. مكملين معاكم، كانت هذه فقرة صحتك علينا، مكملين مع الموسيقى وبعد تجينا الأخبار وموجز أخبار الحداش ومن بعد راجعين في ساعتنا الثانية إن شاء الله.